صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. وإن شاء الله هنختم كتاب خريطة المليونير، هذا الكتاب الجيد. إحنا كنا وصلنا للفصل الثامن، هنبتدي دلوقتي الفصل التاسع، وده آخر جزء من تلخيص الكتاب اللي ابتديته بحلقتين، ودي الحلقة الثالثة والأخيرة. الفصل التاسع بعنوان كود باحتراس، يعني كود باحتراس، يجب تجنب الشراك والمنعطفات والمخاطر، وأنت تتبع المسار الصحيح على خريطة المليونير. يعني هو في طبعا مجموعة من الأفكار في الكتاب، بيقولك إن برضو من سمات المليونير هو مش فكرة إن كل شوية يقعد يعد بفلوسه أو يعد في فلوسه، هي الفكرة إن فلوسه تقدر تجيب إيه، يعني الحاجات الثمينة اللي المليونير بفلوسه يقدر يجيبها، ومن هنا بيتم تقييمه إذا كان فعلا مليونير ولا يعني لسه ما وصلش للهدف والمرحلة دي. وبرضه بيعود لنفس الفكرة إنك أنت يعني بلاش تبالغ في شراء الحاجات الثمينة، وان انت تكدس الحاجات الثمينة واللي ملهاش لازمة، وبتعمل انفاق مبالغ طائلة عشان تقتنيها. بيقولك المليونير ما بيفكرش بالشكل ده، ويمكن الفكرة دي يعني يمكن من زوايا تانية عالجناها في فصول سابقة. بيقولك ان الناس اللي اصبحوا مليونيرات دول اشتغلوا ساعات كتيرة قوي خلف الخريطة بتاعت المليونير، يعني تعبوا وخططوا وفضلوا وراء الكواليس فترات كبيرة جدا من حياتهم، وساعات كبيرة جدا أو كتيرة جدا على مستوى أو يوميا، عشان يوصلوا للحلم بتاعهم إن هم يصبحوا مليونيرات، وإن هم يعني يكونوا ماشيين على الخريطة بتاعت المليونير اللي هم رسمينها بشكل صح وبشكل دقيق. وهو للعلم بيحبذ فكرة انك انت ما تبقاش متسرع. يعني ايه؟ يعني هو بيحبذ فكرة الضبط وفكرة الاستمرارية وفكرة الكفاءة وفكرة انك انت تبقى دارس كل شيء، وفي نفس الوقت ما تبقاش متسرع. يعني هو عايز يقولك ان انت كل ما تبقى بطيء وماشي بمبدأ السلحفة أو السلحفاء في طريقك نحو إن أنت تبقى مليونير وتوصل للمكان اللي أنت بتتخيلها، ده أفضل ألف مرة من إنك أنت يعني تستسهل أو تكون متسرع. وهو برضو بيقول إن يعني فكرة البطء بتدي نوع من أنواع الخبرة أكتر وأكتر من إن أنت تكون متسرع في الوصول إلى هدفك. وإن الناس الأنجح أو الناس اللي نجاحهم مستمر بيكون فلسفتهم هي فلسفة البطء في الوصول إلى الهدف، مقارنة بالناس اللي بتنجح بشكل خاطف أو بشكل سريع فيما بعد أو قدام شوية بينهاروا، وبيكون نجاحهم يعني مش ثابت زي الناس اللي نجحت وخدتها واحدة واحدة. بيقولك ان برضو حتة الشراهة في الشراء، يعني هو بيدي مثال بيقولك ان الناس اللي بتشتري تذاكر اليانصيب، في ناس متخصصة، يعني الحكومة الامريكية عملت استبيان او استطلاع، فاكتشفت ان في ناس بيخشوا في موضوع اليانصيب ده وبيصرفوا شهريا الاف الدولارات، وممكن يفضل يصرفها فترة كتيرة من حياته وما يكسبش البتاع بتاعت اليانصيب او الحظ اللي هم بيكسبوها دي. فهو بيقولك ان يعني اين التعقل في هذا السلوك؟ بيقولك انك انت لو انت بتخطط ان تكون مليونير اوعى تفكر وتعمل زيهم، لان هو بيقولك ان الاف، يعني هو بيقول ان انا حسبتها لقيت النماذج اللي قدمتها الحكومة الامريكية في الناس اللي بتدفع يعني الاف الدولارات عشان يشتروا اليانصيب دي، الالاف الدولارات دي لما حسبها لو هو ادخرها في صندوق استثماري او صندوق او صندوق تقاعدي هيخليه يجني مبالغ طائلة، يمكن يوصل لملايين الدولارات
بس هيكون بشكل اوثق واحسن واضمن من ان هو عمال يصرفها كده في مسابقات اليانصيب والكلام ده. برضو ضرب مثال انك انت كرب اسرة او ان انت كراجل مليونير، يعني لازم يبقى عندك فلسفة انك انت ما تدخل ما 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 تنفقش بزخ عمال على بطال، حتى لو انت عندك القدرة الانفاقية دي، لان ده فيما بعد بيولد خسارة كبيرة. واستشهد بمثال ان كان احد اصدقائه دخله السنوي حوالي 1,000,000 دولار، وكان يعني مرتاح هو واسرته، بس ادى ذلك ان يعني هو فوجئ ان صاحبه ده بقى فقير. فلما راجع مع صاحبه، بما انه راجل مستشار مالي واداري كبير، هو مستر ستوفال اللي هو مؤلف الكتاب، فوجد ان السبب الخراب اللي حصل له ده ان مراته بتنفق مبالغ طائلة على شراء المجوهرات والمستلزمات والسيارات والسهرات اللي مش عارف ايه والحفلات الجميلة والسيارات الفارهة. هو ده اللي ادى الى انهيار هذا الرجل وافتقاره، رغم ان هو دخله كان كويس حوالي 1,000,000 دولار في السنة. فهو بيقول لك ان عدم ضبط الامور في الصرف ده بيؤدي الى الافتقار والى الافلاس. هو بيقول لك انك من الافضل ان انت لازم تضحي فترة من حياتك، لازم مش كل حاجة تبقى عايزها تشتريها، لازم يعني تعدل من فلسفة الانفاق عنك ان هي تبقى فلسفة حكيمة. الناس اللي بتعمل كده هي اللي بتجني ثمرة في الاخر، وهي اللي بيكونوا مليونيرات وهم اللي بيعملوا مشاريع. لكن الناس اللي فلوسها حتى لو كتيرة قوي، اي حاجة بتشتريها وداخلين في اي حاجة، الناس دي بيكون مصيرها الى افتقار، وبيكونوا امثلة سيئة جدا لاصحاب المال. بيقول لك ان انت لازم يكون عندك، ده برضو شيء مهم جدا، لازم يكون عندك صندوق للازمات والطوارئ. حتى لو انت ما عندكش ازمات وطوارئ، بس انت وارد بما ان انت راجل صاحب مال وراجل مليونير، انك انت برضو قال على مبدأ مهم جدا، انك انت ما تستناش المشكلة لما تتفاقم، من الاول حلها. لان انت لما تسيب المشكلة المادية تتفاقم، ممكن تكلفك اموال طائلة فيما بعد. فهو بيقترح ان لازم يكون عندك موضوع صندوق الطوارئ ده باستمرار انت بتدخر فيه، عشان لو قابلت اي مشكلة يكون عندك السبق في حلها، وما تسيبهاش تتفاقم، لان انت لو سبتها تتفاقم هتسبب لك يعني ازمات في المستقبل. برضو ضرب مثال بيقول لك ان كان في، هو اشترى في شركة كانت مفلسة، يعني شركة خلاص قربت تعلن افلاسها، فعرضوها للبيع، فهو تقدم واشتراها، بس وجد ان الشركة دي بتكسب كويس. يعني هو ده المفارقة الغريبة، يعني الشركة بتكسب كويس، فلماذا اعلن افلاسها؟ فلما راجع الانفاقات وال يعني ال سبل الانفاق المختلفة للشركة، لا حاجة ملفتة للنظر، وطبعا ادانا منها عظة وعبرة، ان بالرغم من المكسب او المكاسب الكبيرة اللي بتجنيها الشركة، لكن افرادها او مديرينها او اصحابها او جهات مختلفة داخل الشركة بتنفق مبالغ طائلة على حاجات كمالية داخل الشركة. يعني هو ضرب مثال ان المدير اللي باع له الشركة او خلص معاه صفقة بيع الشركة، المكتب بتاعه اتجهز ب14,000 دولار. فهو عايز يقول لك طب ما شيء طبيعي ان هي تفلس، لان انتوا الفلوس اللي بتجيها انتوا بتصرفوها بلغتنا الدارجة كده على كلام فارغ، يعني في مبالغات كبيرة جدا 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 في الانفاق على
شكل الشركة وموارد الشركة واللوازم بتاعت الشركة والبنية الأساسية بتاعت الشركة. فهو بيقول إن أنا أول ما خدتها ظبطت كل الكلام ده، وطبعا عملت ترشيد للإنفاق في الشركة. النتيجة إن هي أصبحت شركة ناجحة وكويسة وممتازة، ورجعت السوق أقوى من الأول. الفكرة اللي هو عايز يقولها إن أنت لازم تخلي عندك عفوا فكرة الترشيد في الإنفاق، ومش كل حاجة تشتريها، والحاجة اللي ملهاش لازمة ما تشتريهاش، والحاجة اللي بتأدي الغرض مش لازم تشتري أغلى حاجة. عشان يعني مثلا دستة أقلام، مش ما أنت ممكن تجيب قلم ب$100، وممكن تجيب قلم بدولار، فما تجيبليش اقلام الشركة كلها او للمديرين بتوعها مثلا القلم ابو $100 او $50. لا، ما هو عايز قلم عشان يكتب بيه، يعني ممكن قلم باقل سعر هيأدي الغرض وفي نفس الوقت هيعمل ترشيد للانفاق. دخلنا كده على الفصل العاشر، وهو بعنوان تزويد وسيلة انتقالك الى وجهة المليونير بالوقود. بيقول لك انك انت عليك ان تحافظ على وقود او اللي هو وسيلة انتقالك، وان انت تتحكم فيه في طريقك انك انت تكون مليونير. وهنا بيتكلم عن مبدأ مهم جدا، اللي هو مبدأ ان المليونير او صاحب المال لازم يكون عنده ثلاث، يعني ادارة الاموال عنده عبارة عن دفاع وهجوم واستثمار. عفوا، الدفاع بيكمن في انك انت تحافظ على الثروة اللي معاك، انك انت ما تنفقهاش لمين وشمال كده بدون حكمة وبدون وعي. اما الهجوم بيكمن في الحاجات اللي انت بتقدر تشتريها، يعني كل ما يكون عندك الثروة كتير، فبالتالي الهجوم بيكمن في مدى قوتك ان انت تدخل في مشروع، ان انت تشتري ارض، انك انت تفتح شركة سياحة، ان انت تعمل مصنع، ان انت تستثمر اموالك في البورصة. قوة هجومك بتتحدد على مقدار المال اللي عندك، يقدر يشتري ايه ويقدر يستثمر في ايه. العنصر التالت وهو الاستثمار. الاستثمار هو عبارة عن إدارة الهجوم والدفاع بشكل مرن وبشكل ذكي وبشكل حكيم. وهو شبه العملية دي بالعجلة اللي ليها أو الدراجة اللي ليها 3 عجلات. ال3 عجلات بتاعت الدراجة دي أو ال3 عجلات الأساسية للراجل صاحب المال أو المليونير هو عبارة عن الدفاع والهجوم والاستثمار. والاستثمار ناتج عن الحكمة أو الكواليتي الكويسة أو يعني المقدرة على إنك أنت تدير دفة الدفاع والهجوم بشكل جيد. هو ده الاستثمار في المجالات المختلفة. وطبعا إن هو يعني بيدعو انك انت بالذات الدفاع ده لازم تخلي بالك منه. وهو الدفاع بيكمن انك انت تحافظ على الثروة اللي عندك وما تنفقش بلا مبرر وبشكل غير حكيم. وبيقول لك برضو ان انت عشان تنجح لازم تكون ماشي في الاتجاهات الثلاثة بشكل يعني حكيم وبشكل في تعقل. بيحذرك برضو من حاجة خطيرة جدا وهو المستشارين. بيقول لك انك انت اولا بادئ ذي بدء، عشان تاخد استشارة من حد لازم يكون الحد ده شاطر في الحتة اللي هو فيها. وهو بيدى مثال قوي جدا، انا شخصيا عجبني المثال ده. بيقول لك انك انت عشان تفصل بدلة عند خياط، انت بتروح بتختار له حتة القماش اللي هيعملها بدلة، ولازم هو يكون عنده المقدرة انه يطلع المنتج اللي انت حابه او الشكل اللي انت حابه للبدلة. بيقول لك في طريقك لانك انت تكون مليونير في الخريطة بتاعتك دي، انت لازم تستعين بالمستشارين الصح والموظفين الصح والمساعدين الصح اللي عندهم مقدرة على استيعاب اللي انت بتعمله والشغل اللي انت موكلهم بيه. ما تعتمدش على ناس غير امينة، ما تعتمدش على ناس مش كفاءة، ما تعتمدش على ناس ما عندهاش خبرة في الشيء اللي انت عايز تعمله او الشغل اللي انت عايز تعمله. برضه هو
بينصح المليونير انك انت ما تستثمرش فلوسك في شيء انت مش فاهمه، او ان انت تدي فلوسك لمستثمرين تانيين وانت ما تبقاش عارف فلوسك بيتعمل فيها ايه خلف الكواليس. وادى مثال لناس كتير يعني وثقت في شركات في امريكا عشان يستثمروا فلوسها، وهم يعني دفعوها كده كنوع من انواع الاستثمار، بس استثمار غير واعي. هم ما كانوش فاهمين حقيقة اللي بيتعمل بفلوسهم ايه، ومش فاهمين المجالات اللي هم دخلوها، وبالتالي ده ادى الى يعني خسارة فادحة للاموال بتاعتهم. وبرضه بيحذر انك انت تدي حلمك لواحد يسوقه لك. قال بيقول لك يعني انك انت حلمك او هدفك انك انت تديه لواحد يسوقه لك، انت في نتيجتين هتنتظرهم، لا اما هو هيوجه الدفع عشان يحقق حلمه هو، لا اما هيدخلك في الحيط وهيخسرك كل حاجة. برضه اتكلم عن مفهوم الشفافية في الناحية من الناحية المالية، ومفهوم الشفافية من الناحية المالية انك انت تبقى فاهم فلوسك بتندار في ايه، انت بتستثمر في ايه، انت شاطر في الحتة دي، شاطر في السياحة، شاطر في صناعة الطوب، شاطر في الأغذية والمشروبات، شاطر في تجارة التجزئة. فالعب في الحتة اللي انت بتفهم فيها عشان يعني تبقى مخاطر الاستثمار قليلة جدا. برضه هو بيتكلم عن مبدأ مهم جدا، بيقول لك ان شيء كويس ان انت يبقى الموظفين عندك مرتاحين، شيء كويس ان الاستاف عندك يبقى بياخد فلوس كتير ومرتاح ومبسوط، ده هيؤدي الى يعني زيادة الانتاجية، وهيعود عليك انت بالإيجابية وبالنفع، لان ده هيخليهم يكرسوا كل مواهبهم وكل طاقتهم ان هم ينجحوا العمل ده، مقارنة بناس تانية شغالة في اماكن تانية مش مبسوطة وهي مضطرة لكده. فبالتالي مش هيبقى فيه نوع من انواع الحمية والخوف والانتماء القوي لصاحب العمل ده او الراجل المليونير اللي هو شغال. بيقول لك برضو ان انت حاول تبتعد عن التصادمات المميتة، يعني انت ما تحاولش تعمل مغامرات غير محسوبة، ان انت مثلا تبقى راجل عندك 50 60 مليون دولار وتدخلهم كلهم في سهم واحد، وارد يحصل انهيار للسهم ده حتى لو ان يعني تاريخه او الظاهر ليه ان هو ماشي بشكل كويس. بيقول لك يعني ابتعد عن التصادمات المميتة. وبرضو بيقول لك او بيستشهد بمثل انجليزي شهير، لا تضع البيض في سلة واحدة، لازم يكون عندك تنوع استثماري عشان يعني لعل وعسى الطريق الاستثماري حتى لو بدايته للوهلة الأولى مشجعة ممكن يحصل انهيار أو يحصل شيء يؤدي إلى خسارة كل شيء. بيقول لك مبدأ مهم جدا، لا تورث مقتنياتك الثمينة طالما لم تورث قيمك أولا. يعني هو طبعا المبدأ ده خاص بالأولاد، بيقول لك إنك أنت لما تبقى راجل صاحب مال ومعاك ملايين قبل ما يعني تبقى مخطط إن ولادك يورثوا الفلوس دي، لازم تورثهم القيم والأخلاقيات اللي أنت عشتها ومارستها عشان تعمل الفلوس دي. وبيحذر من حاجة خطيرة، ان هو بيقول ان انا شفت كتير ابناء وشفت كتير احفاد لا كانوا عارفين اي حاجة في اي حاجة، واهاليهم ماتوا ورثوا ملايين وعشرات ومئات الملايين وضيعوها، لان هم مش اصحاب خبرة ولا اصحاب قيم، واخدين بس على سياسة الانفاق. فهو بيرجع السلبية دي الى الاباء او اصحاب الاموال اللي هم لازم من ولادهم وهم اطفال يزرعوا فيهم حتة او مجموعة القيم اللي هم استخدموها، ويربوهم ازاي يكونوا مليونيرات عشان لما يورثوا الثروة دي ما يضيعوهاش هباء. بيقول لك ان انت لازم تخطأ، يعني الخطأ كويس جدا وبيولد النضج، والنضج بيكون نتيجة للأخطاء الكثيرة. وهو هنا طبعا مش بيدعوك ان انت تخطئ وخلاص كده، لا، بيقولك انك انت يعني ما تزعلش ان انت اخفقت في حياتك مرة او مرتين، ولازم تعلم ولادك كده وتدفعهم ان هما
يعني يتعلموا ويشتغلوا ويخطئوا مرة واثنين وثلاثة. بيقول لك ان ده مفيد عشان ده بيكون مفهوم النضج. الانسان الناضج هو اللي اخفق وفشل، وطبعا مش معناه ان هو يروح للفشل كده لا، يعني على طول لا، يعني ان هو حاول ينجح وفشل، حاول يشتغل في حاجة وفشل واخطأ. فبيقول لك ان ده بيولد مفهوم النضج في إدارة الأموال. وطبعا بيقول لك ان الاموال في يد الشباب بمعدوم الخبره. يعني هو بيدي مثال بيقول ان حته الاموال دي من الافضل انها تيجي للناس اللي تعبت عليها وجمعتها بالراحه وبالمثابره، لان بيقول ان في امثله كتير. وهو هنا انا اعتقد بيشير برضو لفكره توريث او اعطاء المال لشباب او اولاد غير مؤهلين للتعامل مع هذه الاموال، فبينفقوها بشكل سيء أدى إلى تدميرهم وضيعان صحتهم وخسارتهم الأموال دي. فلازم أنت قبل ما تدي المال، هل الإنسان ده مهيأ إن هو يتعامل مع المال ده؟ هو لو ابنك أو حفيدك لازم تزرع فيه أو تدربه التدريب الجيد أو تزرع فيه القيم اللي تخليه عنده المقدرة لإدارة هذه الأموال. بيقول لك العنصر الأساسي لبناء الثروة مش المال، العنصر الأساسي المعرفة. فبدل ما تدي ولادك مال ينفقوه وانت تبقى فاهم ان هما كده هيكونوا أصحاب ثروة، لا، عرفهم ازاي يشغلوه. وبرضه ضرب مثال بيقول لك لا تعطيني، المثل الصيني الشهير، لا تعطيني سمكة لتطعمني بل علمني كيف أصطاد. وهنا برضه اتكلم عن مراحل التعلم المختلفة للأولاد في إدارة الأموال. أول حاجة عدم الإتقان، بعد كده بيشتغل بيجيله الإتقان، بعد كده بيوصل لمرحلة الاحترافية. برضو يعني إمعانا في الأمثلة اللي بيضربها، بيقول لك إن أنت ما ينفعش تدي أولادك سيارة فارهة وأنت عارف إن تعليمهم إزاي يسوقوا عجلة بتلات أو دراجة ب3 عجلات، يعني عشان تديله سيارة فارهة أو سيارة رياضية وتخليه إن هو يمشي بسرعة 150 كيلو، لازم تدربه الأول على السيارة دي عشان يكون عنده المقدرة. يعني هو عايز يقول لك برضو نفس الفكرة، إن أنت ما تديش عيالك فلوس كتيرة وهم مش مهيئين إزاي يصرفوها. بيقول لك إن طبعا مساعدة الآخرين وإعطائهم المال مفيد للمليونيرات، وإن هو يكون معطاء ده شيء كويس. وضرب مثال لي يعني رجال أعمال كثر أهمهم بيل جيتس، إن إزاي إن هو بيساعد الناس وبيساعد في المنظمات الخيرية. وبرضو أشار إن بيل جيتس برضو كان بيعاني من حاجة صعبة جدا، إن المال لازم يروح للي يستحقه مش أي حد وخلاص، لأن لو راح المال لغير المستحقين ده يعني يعتبر شيء غير إيجابي على الإطلاق. بعد كده وصلنا للفصل الأخير، فبيقول لك إنك أنت دلوقتي بدأت رحلة المليونير الخاصة بيك. يعني خطوة الألف ميل بتبدأ بخطوة. الكتاب ده بالأفكار اللي فيه هيأتك إنك أنت لو عايز تبدأ في رحلة المليونير وتعمل الخريطة بتاعتك عشان توصل لهدفك وتبقى مليونير. الكتاب ده فيه كل الأفكار اللي تمكنك إن أنت تعمل ذلك. واتكلم كتير عن نفسه ككاتب مرموق، ازاي وصل من الصفر ودلوقتي شغال في اماكن كثيرة اماكن مختلفة، بيكتب مقالات وعنده شركات انتاج سينمائي وانتاج تلفزيوني، وبيعمل كتب وبيعمل ندوات في كل العالم، ويعتبر يعني من اميز رجال الاعمال اللي موجودين في الولايات المتحدة الامريكية. يعني ده تلخيص لكتاب جميل جدا، خريطة المليونير، عملناه في 3 حلقات. ان شاء الله يعني يكون الكتاب ده مفيد للي هيستمع لل3 حلقات. ال3 حلقات تقريبا عاملين حوالي ساعة وربع او ساعة ونص، بس انا قدرت يعني انا قرأته كلمة كلمة وسطر سطر، وحبيت ان انا اعبر عنه كده بشكل عن طريق اعمل فيديوهات عن تلخيص هذا الكتاب. انتظروا كتب اخرى وان شاء الله يعني يكون كتاب مستفيد، واكون عند حسن ظنكم. شكرا لكم وكل عام أنتم بخير.